والثانية فتنة الشهوات، وهذه أمور عارضة تعرض لمن أعجبه سلطانه أو اغتر بماله أو ادعى أنه من أهل العلم وهو دعي، أو أنه صاحب شهوة في المحرمات والممنوعات غير مبال بجزاء الله تعالى له إن لم يتب في الحياة وبعد الممات. ومما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الفتن مواطئة للقرآن العظيم ومفصلة له، والمقصود من هذا أنه من أنباء الغيب التي يجب التصديق بها والعمل بمقتضاها، مع التحذير من أن هذه الفتن عارضة للناس في كل زمان ومكان، وكل أحد عرضة لها لا يسلم منها إلا من سلمه الله. ولذا جاء في الصحيح في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وكذلك حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي وصبر، من ابتلي فصبر. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه. ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، في حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، في فتنة الرجل في أهله وماله وولده، وأن ذلك تكفره الصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك من الطاعات. وذكر كذلك الفتن التي تموج كما يموج البحر، والتي يدخلها أصناف الناس ومن لا يعرف ومن هو معروف بالفجور والإلحاد والسعي في الإفساد، وأن قتل هذه الفتن في النار، وأنها تنتهي بالناس إلى زوال الملك، والفتنة الدائمة التي تموج كما يموج البحر حتى تعطل الشرائع الإلهية، وحتى تخفى الشرائع الدينية، وحتى تنتهك الحرمات بأنواعها، وحتى تتعطل مصالح الناس يفوتهم شأن الدين والدنيا والآخرة والعياذ بالله. والمراد من تلبسوا بها ولم يتقوها ويحذروها.